بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا بقى مع الارصاد الجويه بس بالتفصيل. بتتوقع ان النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البروده على كافه الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. في انخفاض ملحوظ يمكن في درجات الحراره، بدانا نشعر من الامس يعني بالليل ان الجو بقى فيه انخفاض كده، هل ده هيستمر معانا الفتره اللي جايه ولا في تغيرات جويه اخرى؟ بالفعل يمكن اليوم وغدا ان شاء الله مستمر معانا انخفاض درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، لان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط. كتل هوائيه شماليه معتدله تماما في درجات حرارتها، في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس فبتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. الاجواء فترات النهار بنحس بيها اجواء لطيفه على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، معتدلة على محافظات شمال الصعيد، مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. لكن كمان خلال فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. بدأنا نحس كمان بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. أيضا اليوم هيكون في انحسار لفرص سقوط الأمطار فقط في المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية وشمال الوجه البحري. فاليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، وهيكون على فترات متقطعه من اليوم، وهنشوفها في مناطق والمناطق الاخرى لا، لكن هي غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، وده متوقع يكمل معنا غدا ان شاء الله استمرار لتكون الشبوره المائيه في اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة، وحتى محافظات شمال الصعيد. صحيح يا دكتور، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية معانا للأرصاد الجوية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 22، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-15، الإسكندرية 22-16، العلمين الجديدة 22-15، مطروح 21-14، دمياط 24-16، بورسعيد 22-16، إسماعيلية 23-15، السويس 22-15، سيوة 22-8، كاترين 16-7، طابة 24-15، حلايب 23-18، شلاتين 25-18، شرم الشيخ 26-20، الغردقة 26-18، الفيوم 23-16، بني سويف 23-16، الوادي الجديد 25-15، أسيوط 24-12، سوهاج 24-14، قنا 25-15، الأقصر 26-17، وأخيرا أسوان 26-17. من الواضح إن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وغدا إن شاء الله. نتمنى كده من حضراتكم أن توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الأولى في الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.